أحلى مفاجأة من شحد القفاري لولدها. سيلينا جوميز جاية بقوة للسعودية. سوبر ستار رجع بقوة بعد غياب. هلا بيكم ببرنامج مين مكسر السوشيال ميديا، معاكم أخوكم علي بابا. وتبون تعرفون مين كسر السوشيال ميديا هذا الأسبوع؟ ابشروا. الله 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 الله، شفتوا ايش سوى شهد القفاري لولدها؟ ما في احلى من هالمفاجأة، انك تحصل بلاي ستيشن 5 سوني يا جماعة، سوني اللي ما تقدر تحصل بالسوق. والله حسيت بعمودي. خلينا نشوف الفيديو. اليد يعني هذا صدق؟ الله حسني بنساك؟ نعم حسني بنسى حمودي؟ لا. كفو أم محمد، مبروك يا حمودي على سوني. وإذا تحب جيمينج حياك نلعب، وعندنا بعد برنامج للجيمينج واكا، حطيت لكم هني الباركود قدامي. كيم كارداشيان رجعت يا جماعة. بس حاد تعال يا ودها، رجعت لنا تصيح، مو بس هي، خواتها بعد معاها. وتقولون ليش وعلى شنو؟ على طلاقها من كان يا وز. تقول كنت متوهقة وما كنت أقدر أسوي شيء، وكان يحتاج مرة تسافر معاه وتهد كل شيء عشانه، وهي ما تقدر. الله يا كيم، الله. بنات هالخبر لكم، وخاصة السعوديات، سجلوا التاريخ عندكم، تاريخ 1 يوليو مكياج سيلينا جوميز رير بيوتي راح تتوفر في السعودية. بس تعرفون ان سيلينا تاخذ 1% من ارباح منتجاتها وتتبرع للامراض النفسية. كفو يا سيلينا. وائل كفوري وين كنت يا حبيبي؟ مختفي ومالك حس، ما يصير ترجع وتقطع علينا اغنية بس كذي. اقل من شهر والريال طق 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب، كم انت كبير يا وائل. خلينا نشوف الفيديو. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون التنبيهات وتسوون فولو لسماشي، ونشوفكم كالعادة كل 2 وخميس الساعة 9 بتوقيت السعودية.